الحجام ضحكني هالك لي عشق اللي خلى نجاح مينا يكون هالقد كبير. الحمد لله اظن يعني نجاح مينا كان راجع للستايل الجديد. حفل الداف باما واللي حصل فيها على جائزة أفضل فنان مغربي لسنة 2017، وهذه الجائزة جت من بعد أعمال كثيرة ناجحة أصدرها هذه السنة. The amazing Dozy. First of all, I want to thank my family and especially my brother and my manager عبد القادر دوزي and of course my amazing fans around the world for supporting me. Thank you to everyone who voted for me. This award is for you, for my fans.